مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدنى حسن شيخ محمودي مدحوينها الدولة قبلتك قلمدو مدنى أحمد عبد كاري قرقورة ياسي ودجرة حرقة وغجري لانت قلمدو قاي بانق قرد حي ولقه الرقلية مقالة دو سمرب حارون تنو خروا هيد متشغيني سيحي لقي دولة دي دحي ايا كمي ده هيد قوباها كبر بريد دقالة دي أهلي قاها وحاسي هوش ديبو هول قلنتي ده بلا كهر بلابي بانق قرد حي الصومالية يدو هاتن لغو سميي عسيريين ايا قلبين بحلة وزير كمالية ده قلمدوك فرحان علي قبن يا علي ياسين شيخ علي قدوميكو حيغانكا بانقيقا دحيئة سوماليا ايا اوغو هرين فافاهيي اديقيدا لانتا بانقيقا دحيئة دو سمريب ايد دوينو كهيري دونان مهدي اد بانقيقا دحيئة عركتيت وحو اوصو هرين يا هرمالك الوفر بدن بانقيقا دي هنغطو غناعسيقا كوي هرمالكا هرمالينتا وحان لي لهذا انشورنسكا وحان لي لهذا بيلدينج سوسايتيقا بده هذا جوه هريدو مارتاي ده مالا بدن مارتاي برايفت سيكتور كيفوليين لكن بانجي ده هو مر هرمود إنه قدونه قبلاده ومايكرو فاينانسينج يهولي هو مرينتا وحاصلن وحنكو إلى حين دون هدي له هيدا أو نادي راح سيستم كي بابليك فاينانس مارج من تجا وانقل مود عدنا جوه هرين محاربة إن سدوك الحصو لا مهان وحي قبلا دونان دمان شقوين كي يأذيكي بانجي ده حلو ترجعلي haddan aan u hayno dawladda federaalka ee muqdisho aan ugu heenay ee kamid tahay maareynta dhaqaalaha dalka inaan tala ka bixino monetary policy ga barnaamijyada iman doona ee lacagta iyo inaan treasury u noqono dawlad goboleedka galmudug intaasba madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari oo ka hadlay munaasabada ayaa sheegay in wax lagu faana ay tahay in gacan wadanka lagu xoreynayo gacanta kalena lagu wado horumarinta adeegyada bulshada iyadoo dagaal lagu jiro oo dagaalkii qawaarista dhameystirka كوهاسنا في العارقة عن كتشيرنو إنها الدندي بوديسكي يهور ملكي ناس عضونا شرف كلي نوتهاي وقعنا كو حرانين وقعنا الغدس هيا دالك مدن مضاحوين لانتان إنا النهاي دورد قبلين كي كوباد وكفا دي استهر كالغفرو وعن سلاح نهاي دالكي يهور ملكي عليدي iy sidaan way ahaano oo go'aaneed xisbadoobki aan ku jirnay qayb ka tahay waxaan diiray gelinay madaxda bangiga waxaan soo dhaweeyay sidii laanta loo furay lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gabagabada munaasabada dahfurka uga mahadceliyay madaxda bangiga dhexe ee Soomaaliya isagoo sheegay in tani qayb weyn ka tahay mas'uuliyadaha dawladda federaalka ee adeegyada in loo dhaweeyo dadka ku nool xarumaha dawlad goboleedyada dalka bangiga dhexe xarumo badan iyo branches badan kuma laha jirin dalka intiisa kale بنكي جناسي كيتك الصوماليات أي كشق إنجري قبل هذا يدقمون كقاركود إيو لكن بنكي ده حارونتا حم مقدشو إيو هباين تأرمها ناشنال محو هاي مونيتري سيستم إسكود إيو حو كشق إنجري لكن ظروف تويس بدش هدا دلك نظام كفدرال كاكدا قنقلي إن مرك أديجي مقدشي اللي سود ويو أضد كل سود ويو ما لها محاكور هذا هو حرمها ayaa muxuu ahaa ayaa siyaasadda cusub iyo nidaamka federaalku ba ay la farayaan marka waa aad iyo aad ayaan ugu hambaryeynayaa bangiga dhexe horumarka uu sameeyay sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu hambaryeynayaa dawladda galmudug ee ku guuleysatay iyadoo in ay fududeyso oo ay noqoto dawladdii ugu horreysay dawlad goboleedka ugu horreeyay ee branchiga bangiga dhexe laga furay Cabdullaahi Warsamo Roobla warbaahinta qaranka dhusumreb